النهاردة النائب محمد المرشدي وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أعلن عن تشكيل لجنة مصغرة. اللجنة دي هدفها هتعمل زيارات ميدانية للتعرف على مشروعات الشباب بالمحافظات ودعم هذه المشروعات. اللجنة هتهتم بالتنسيق والترتيب وهتعمل زيارات كتيرة لرصد أهم المشكلات اللي بيواجهها الشباب في مشروعاتهم الصغيرة عبر اجتماعات مهمة بحضور المحافظين وعدد من مسؤولي البنوك. معايا على الهاتف النائب الدكتورة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب. مساء الخير يا دكتوره هاله. مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الساده المشاهدين معاكي، اهلا بيكي. اهلا بيكي. يعني مهم قوي طبعا المشروعات الصغيره ديت بالنسبه للشباب، اتكلمنا عليها كتير وعملنا حلقات كتيره وهم بيواجهوا مشاكل فعلا في هذه المشروعات الصغيره. حضرتك قولي لي اللجان اللي هتروح تزور المحافظات ايه اللي هتقدر تعمله للشباب؟ طيب خليني اقول لحضرتك ومشاهدين الكرام ان احنا بس مش بنعمل زياره او ماشيين في هذا الاتجاه فقط. نعم. لكن زي ما حضرتك تعلمي ان لجنه مشروعات صغيره او حتى احنا كمجلس نواب عامه مهمتنا التشريعيه اولا، احنا بيهمنا جدا ان احنا نعمل تشريعات فائضه، ثم ايضا مهمتنا الرقابيه. فالجزء التشريعي هو هام بالنسبه لنا خلال الدور التشريعي اللي جاي، لان في قانون للمشروعات الصغيره لازم يخرج، لان تسهيل عمل المشروعات الصغيره والمشاكل اللي بتقابل الشباب في المحافظات معظمها تقريبا متوحده في بعض المشاكل بعينها. طب ايه القانون اللي حضرتك بتقولي عليه لازم يخرج يا استاذه هاله؟ قانون خاص بالمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. ايوه، قانون خاص بهذه المشروعات يبدا يحل المشاكل العامه اللي بتجمع كل المحافظات وكل الشباب بيعاني منها، زي مثلا المشاكل اللي بتقابلهم مع الحمايه المدنيه، المشاكل اللي بتقابلهم مع البيئه، المشاكل اللي بتقابلهم في استخراج التراخيص الخاصه بيهم، المشاكل اللي بتقابلهم في التمويل، كل الحاجات دي محتاجه تشريع عشان يسهل عمل المشروعات الصغيره. لكن برضو محتاج مننا ان احنا ننزل ونشوف ايه المشكلات اللي موجوده داخل المحافظات، وبناء على ده كان في لجنه متخصصه، تم اتخاذ القرار بوجود لجنه متخصصه ان هي تنزل وتلف كل المحافظات اللي موجوده بوجود زي ما حضرتك قلتي كده المحافظين وكل المسؤولين اللي موجودين في كل اقليم، بحيث ان احنا نشوف ايه المشاكل اللي موجوده داخل هذه المحافظه. ولما الناس في مصر بتتجمع وكل المتخذ القرار بيتجمعوا على ترابيزه واحده بيبداوا يحلوا المشاكل وبيبداوا يشوفوا بعض، لان احنا عندنا مشكله بنعاني منها في كل المجالات ان الناس بتشتغل وبتشتغل كويس جدا احيانا، ولكن ما بتبقاش شايفه بعضها، كل واحد بيشتغل في جزء منعزل عن الاخرى، فبالتالي ما بيبقوش عارفين ايه المشكلات اللي ممكن تتجمع او ايه المشكلات اللي ممكن ان احنا نحلها واحنا قاعدين على ترابيزه واحده. مجرد ان هم يقعدوا على ترابيزه واحده بيبداوا يشوفوا المشكله بحجمها الكبير وحجمها الواضح، وكل واحد بيؤدي ما بداله بقى ان هو يقدر ان هو يحل المشكله من اتجاهه. وعلى فكره في مشاكل كتيره جدا بتتحل واحنا بنزور المحافظات اكيد في هذا الاتجاه. اكيد يعني احنا ما كنا قريبا في المنيا الدور التشريعي الماضي كنا في المنيا وفي مشاكل اتحلت واحنا موجودين، كنا ايضا تبنينا مشاكل موجوده في الالف مصنع في التجمع الخامس، وايضا تبنينا مشاكل بعينها كانت في ميت غمر، فبالتالي المشاكل دي لما المسؤولين بيبقوا حاضرين كلهم بيتجمعوا على ان هم بيحاولوا جاهدين ان هم فعلا يبقى في حل لهذه المشكلات. اكيد التنسيق مهم قوي.